إذا أصدقائي، كي تقوم بأن تلعب في هذا السيرفر بطبيعة الحال للأشخاص الذين لا يعرفون، لابد أن تقوم بتحميل هذا البرنامج جي تي اس سامب ومن الموقع الرسمي هو سامب. بكل بساطة تدخل الموقع الرسمي، تنزل أسفل أو تضغط هنا دونالدز. إذا هنا تضغط فقط على هذا، سوف تقوم بتثبيته. بعد ذلك سوف تجده هنا بطبيعة الحال، اضغط عليه يفتح معك بهذا الشكل. طبعا كما شرحنا سابقا، الشرح بسيط جدا. عندما تدخل الى هنا فانك اول شيء تأتي الى هنا، تكتب اسمك في هذا المكان. اذا هنا لديك السيرفرات، انواع السيرفرات، وهنا اللاعبين الموجودين في كل سيرفر، يعني في كل مكان. هنا إذا هنا تنزل لأسفل بطبيعة الحال، تنزل لأسفل سوف تختار هنا not full not empty no password. تأتي إلى هنا تضغط EN كي يعطينا السيرفرات التي ليست فارغة وليست ممتلئة وليس فيها كلمة سر، هكذا مثلا. وأنا ضغط على players لترتيب السيرفرات حسب عدد اللاعبين، هكذا بطبيعة الحال. إذا أعجبك أي سيرفر تضغط على يمين الماوس وتختار add to favorite، سوف تجده في قائمة المفضل، يعني قائمة المفضلة favorite، فتجده في هذا المكان. إذا كي تلعب في هذا السيرفر يا صديقي، ماذا عليك أن تفعل؟ ستأخذ هذا الأدرس الذي سوف أتركه لكم على الشاشة، سوف تأخذ على هكذا كوبي، سوف تقوم بنسخه وتذهب إلى هذه الأيقونة Add Server، تضغط عليه، تقوم بنسخه هنا ثم تضغط OK. تضغط OK سوف تجده في يعني هذه اللائحة. لكن ملاحظة مهمة جدا، وهو أن هذا السيرفر يعني يتم إغلاقه من حين إلى آخر، يعني لا يكون دائما متواجد ودائما يعني يمكن أن تلعب فيه في أي وقت. يعني يمكن عندما يعني تضع الأدرس سوف عندما يكون مشغل سيظهر عندك هنا، إذا لم يكن مشغلا لن يظهر عندك هنا أي شيء. إذا للدخول فقط نضغط عليه دوبل كليك ثم نضغط كونكت في هذا المكان، هكذا يتم الدخول. طبعا تنتظر هنا قليلا. هيا كول اوف ديوتي، سو هير وي تشوز يور كونتري. اوف كورس ذير از ارابيك كونتري اند ذير از ا لوت اوف انذر ذير از ايسا وراسيا. إذا هنا تختار الدولة الخاصة بك، وراسيا هنا روسيا السوفيت أستراليا برازيل لاتينوس طالبان الإرهابيين تركي and this one is locked and there is Arabic. ولدينا الدولة العربية، إذا سنختار مثلا العربية. يعني ثم هنا كي أشرح لكم هذه الأشياء فهي مهمة جدا. كما ترون لدينا هنا أسل، لدينا سنيبر، هل هناك شيء آخر؟ أشرح لكم هذه الأشياء. هنا فقط تستطيع أن تكون في البداية فقط هذا يعني الأسل، فتجمع السكور، هي السكور التي جمعتها حاليا. إذا جمعت مثلا 100 في النقاط تستطيع أن تكون بعد ذلك سنيبر، لكي يسمح لك بأن تحمل السنيبر. كذلك لا تستطيع أن تقوم بقيادة الطائرات الحربية إلا إذا كنت بيلوت، يعني تجمع هذه النقاط 7500 نقاط، تجمع النقاط وتفتح معك هذه الامتيازات. كلاش كويست يعطيك المهمات اليومية، أو أحيانا تشتريهم من هنا. نعم، عندما تجمع المال لديك. We're ready to fight my friends. Let's go to fight. You want to fight the Arabic army? We are here. The Arabic army. إذا كما ترون هنا أيضا لدينا شيء آخر، مثلا إذا ضغطنا على الطب هنا اللاعبين الموجودين حاليا بالسيرفر. طبيعة الحال يختلف عدد اللاعبين الموجودين في كل سيرفر حسب التوقيت. هنا كل جيش
لديه لون معين، مثلا نحن في الجيش العربي لدينا هذا اللون البرتقالي هو الذي يرمز لنا في الخريطة. إذا الهدف هو أن تهجم عليهم ويهجمون عليكم وتقتلوهم ويقتلونكم إلى ما لا نهاية. كوموندر سنتر، كوموندر ما يجدونه. You have to be rank 11، يجب أن تصبح في الرانك 11 كي تستطيع أن تدخل إلى هناك. بالنسبة للطائرات تستطيع أن تقوم بقيادة بعض الطائرات لكن ليس كل الطائرات. هذا واحد هجم علينا، هنا ايوه سيقتلني. لا كان صديقنا في مشكلة، سوف أقوم بإنقاذه بالطائرة. إذا كنت بحثت عن شخص بطبيعة الحال تفتح الخريطة، تقوم بتبعيد بوسط الماوس بعد ذلك. مثلا صديقي موجود هنا، أضع علي علامة بشكل عادي جدا. حول أين أنت؟ هنا أين أنت؟ أين أنت يا صديقي؟ تحت الحجر. ماذا تفعل تحت الحجر؟ تبحث عن الكنز في الحرب. أريد أن أموت وأصبح مشكلة، ولكن أنا صديقنا في مكان ما هنا. يس تكلم ويل يس تكلم وتكلم جدك. الخضرين يلا دابا يجيو. اجي نشوفوهم من هنا ملي يكونوا جايين. نشوفوهم من هنا، شوفوهم جايين من هنا دابا. كنا عندنا سنايبر نقتلوه مننا. خصنا نجمعو النقط باش نكونو سنايبر.